من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكره أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أنكره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل يسره ما؟ وما؟ ثم أماته فأكبره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم لقينا الأرض سقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فإذا جاءت الصخرة صدق الله العظيم. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورا وإذا النجوم كدرا وإذا الجبال صيرا وإذا العشار أنتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا السماء كسدت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كسدت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ألمت نفس ما أنذرت فلا أقسم بالخناس الجوار الكناس والصبح إذا تنفس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب.
فأين تذهبون فأين تذهبون متاعا لكم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انبثقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علم نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأعدل في أي سورة من شاء ركبه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يسألون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن أبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرفوا في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحقهم مختوم كتابه منكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تنم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل يصيب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ودخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا وينا سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالسبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبون طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الأمين الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فآل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تنزيل والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما عند فقا يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر إنه والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما للكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يلى النار الكبرى ثم لا يموت بها ولا يحيا قد أولى من تزكى وذكر ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يزمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال أسر والسماء والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بآن إرم ذات الإيمان الذي لم يخلق منه في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي أوتاد
الذين طغوا في البلاد. فأنثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم وتهلون على طعام المسكين وتقولون التراث على اللما وتهيبون المال حبا جما. وتهيبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يمسك وساقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة تلجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي ينسوا أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيزم ولم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا التهم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار موصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وسينيسره لليسرى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلى الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استرنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قال لئن لم ينته لنطفأن به النسية نسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع زبانيا قال لا تطيعه واجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم.